حرام، يتيمة مسكينة، بس طلعتي مو عينة. خالتي الله يهديك، انت بدال لا تهدين الوضع تزيدين النار حطب. صراحة وايد قليلة أدب، شنو هذا لسانها طويل؟ بعدين أنت ليش تقوين شوكتها على أختها العودة وعلى مرت أبوها؟ وأنت شكو؟ إحنا أهل نتفاهم، أنت ليش تدخلين؟ كذي هاي السالفة، أنا أبرك لي أمشي، دام كل منها أبو دب يطرد. حبيبتي هذا بيتي، ما حد يطردك، مو على كيفهم. وين بيتك؟ حتى الزعاطي طلع لهم صوت، وتلاقينها أهي اللي مشيشتة عليك. أقول أنتي، احترمي نفسك وتكلمي معاي عدل، فاهمة ولا لا؟ تدرين؟ أنا أقدر أرد عليك، بس ما راح أرد عليك الحين، ردي راح يكون بشيء ثاني قريب. شنو تقصدين؟ تهدديني يعني؟ والله فهميها مثل ما تبين تفهمينها، يلا باي. أقول قبل لا تطلعين ودي أسمعك كلمتين، ترى هذيلة شنايني أنا ما بيك تدخلين نفسك بشيء ما يخصك، والله تقول منكم وفيكم. شفتيها؟ صدق عمرك. يلا تصين، يلا. مشكورة خالتي يا يعقوب. يلا باي خالتي. يلا حبيبتي تعالي معي. انت شكلك تبين تطلقين ومو عارفة شلون. ها وليش تطلق؟ لاني وقفت مع الحد شمور، هذه ياهل بدل لا تحتوينها تطلعين حرتك فيها، وانت للحين ما شفتي خيرها من شرها. يلا خذوها وروحوا. يلا شوف ما شمور الله يهدى، هدي اعصابك ما لا تعرين عمرك. انت ما سمعتش قالت؟ سمعتها يا يمه، ما يخالف، انا اعلمها. كله منك انتي دلعتيها، قلت لك يا يمه لا تقعدينها مع شناينك يترسون راسها يخربونها. كا شوفت عينك. ما يخالف انتي لا تعصبين يا يمه، انا ان ما خليت ميكرون الساعه اللي يد فيها ما كنا انا امك، بس يمه لا تعصبين حبيبتي، لا تحطين عمرك. يا بنت الذين انا تشتكي حبيبتي.